ناخد مداخله مع سياده النائب حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري. نهنيه النهارده على الفوز الملحمي الكبير الاعجازي للنادي المصري على نهضه بركان في الكونفدراليه الافريقيه اليوم. يا فندم مليون مبروك، وحاجه تشرف وحاجه تفرح النهارده المصري بصراحه. الحمد لله. والله يا كريم فعلا زي ما انت قلت كده، هو فوز اعجازي بس ربنا عدل، واللي حصل ده يعني مش طلبنا كتير في الماتش ده من الحكم، لكن اللعيبه كانت على قدر المستوى وكانوا رجاله. جمهورنا ما سكتش 90 دقيقه، صح، جاي من قبل الفطار، صح، وهيروح بعد السحور، صح. لكن الحمد لله اداره فنيه من الكابتن معين الشعباني، ظلمنا في يعني 2 طرد وحكم سيء للغايه، يعني انا مش عايز اقول لك هو فجر تحكيمي النهارده، لكن الحمد لله يعني نتيجه في ظل الظروف دي الحمد لله نتيجه ايجابيه جدا. قدامنا شوط ثاني في المغرب ان شاء الله نرجع مفرحين جماهيرنا ان شاء الله كلها. طيب هسالك حضرتك كنت موجود في المدرجات النهارده؟ طبعا طبعا. طيب انا هقول لك حاجه بصراحه عشان اتكلمت عنها في الاول، انا عايز حضرتك تبقى ترجع وتشوف الاعداد بتاعه الطردين، وانا بصراحه عشان كنت بتفرج على التلفزيون الطردين غالبا صح، انا ما بحبش اقول ارائي في الامور التحكيميه، بتفرج عليهم عشان كده قلت انه لعيبه النادي المصري ما كانتش محتاجه تتوتر النهارده، محتاجين يركزوا ولسه في شوط ثاني والنتيجه ما كانتش توتر وما كانش في اي ازمه، فاللعيبه ديت المفروض تخاف على المصري عشان ممكن يضيعوا مجهود زمايلهم كلهم والجهاز الفني والاداره. عايز حضرتك تتفرج الاول على الحالات، بتفرج عليهم انا هشوفها، لكن في حاجات كتير تانية. لا اصل انا بحط نفسي مكانك ليه؟ انا لما ببقى في المدرجات، انت في المباراه طبعا في المدرج انت مش شايف زي طبعا، لا وبيبقى عندك حماس وكل ما بتشوف بتاع الحاله الثانيه. يا كريم معلش مع احترامي، اتفضل يا فندم. كان في حاجات كتير جدا في المباراه تخلي اللعيبه تخرج عن شعور، انا مش ببرر لكن فعلا حكم سيء للغايه، بعيد حتى عن الطردين. لا كان في قرارات، انا معاك انا معاك انا معاك في كميه وقت ضيع قد ايه، صح، والدقيقه واحده فقط لا غير، وانت الشوط الثاني ادى 4 دقائق وانت مطلوب منك 2 عشان ادي فرصه. لا وكان في فاولات وكان في توقيف للعب عشان خاطر يخنق اللعب، حاجات كتير جدا، صح، اتفق معاك. تخلي يعني الواحد يخرج عن شعوره بعيدا حتى عن ضربات الجزاء. لكن انا لازم اشكر لعيبتي طبعا، الجهاز الفني طبعا، جماهيرنا، اشكر ربنا في الاول وفي الاخر قبل كل حاجه. ان شاء الله نرجع نروح المغرب ونرجع ان شاء الله نتيجه ايجابيه تفرح مصر كلها. ده اهم حاجه النهارده التهنئه، وحاجه زي بقول لك النهارده واحنا بنتفرج على المصري فخورين وفرحانين. انا الهدف الثاني بيخش، انا مش مصدق نفسي، انا بعد الطرد الثاني قلت ربنا يستر على مصر هيخش فيه الهدف الثاني والثالث والفرصه تضيع تماما، انك تخرج النهارده كسبان. عارف لو كنت خرجت النهارده حتى متعادل كان هيبقى انجاز طبعا، كان عظيم طبعا طبعا. لكن الحمد لله ما قلت لك ربنا هو على العدل، والعدل اتحقق في الملعب الحمد لله بنتيجه النادي المصري. انا هطلب منك طلب حبا في النادي المصري ان هو بيمثل مصر، لازم تهدئه للاعبين والجهاز الفني تحديدا في مباراه المغرب، هتبقى الامور صعبه جدا، لازم تهدئه ليهم، لازم يتحكموا في اعصابهم. بصراحه خليني اقول لك بس بصراحه كريم، احنا متعودين على اللعب في نهضه بركان في المغرب، الناس هناك جمهور واداره ناس محترمه، صح، فوق الوصف، صح، مفيش اي شائبه ما بيننا وما بين نادي نهضه بركان، صح. المشكله النهارده كانت ما بيننا وما بين الحكم المباراه، هي ليست مع نادي نهضه بركان لاعبين او جهات شني. لا هو كانوا مشرفينا ومنورينا في المقصوره، هو كانوا على دماغنا. هو يا فندم انا مش بقول لك ان الجمهور هيعمل حاجه ولا النادي هيعمل حاجه، هم اكيد هيشجعوا فريقهم، هيبقى النادي المصري هيبقى تحت ضغط جماهيري. انا اقصد هم ما يتوتروش عشان المكسب في ايديهم، يعني اهم حاجه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون الموضوع اهدى من كده، يكون في تركيز اكبر، صح، وان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه. عارف ليه؟ عارف ليه يا فندم بقول لك كده؟ عشان المصري فعلا في البطوله الكونفدراليه السنه دي انا شفت افضل اداء افريقي للنادي المصري يمكن على مدار تاريخه، يعني ده افضل اداء افريقي، فحرام الفرصه دي تضيع، يعني فرصه انه يكسب البطوله هو او نادي بيراميدز، البطوله تبقى مصريه السنه دي، اقوى فريقين في البطوله حرفيا هما المصري وبيراميدز بصراحه. الحمد لله الحمد لله. يمكن زي ما انت قلت كده احنا كنا مركزين تركيز كبير قوي على الكونفدراليه، صح، ولما اخذنا نفس قدرنا نأدي مباراه هايله جدا قدام الاهلي في الدوري ونفوز، وكانت الهزيمه الاولى للاهلي في الدوري، صح، وان شاء الله مكملين وان شاء الله نكمل ونوصل للدور قبل النهائي باذن ربنا بدعوات جماهيرنا ومجهود لاعبتنا المخلصين وبفكر جهازنا الفني المحترم وباخلاص مجلس الاداره بالكامل سواء الحالي او السابق، وسواء محافظ بورسعيد او نواب بورسعيد، كل الناس بورسعيد كلها في ملحمه والله، كلها، صح، بتتلاحم عشان تقدر تخرج احسن ما عندها لصالح النادي المصري وعشان خاطر تفرح جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد كلها. يا بخت جماهير بورسعيد بالفريق الحالي المصري بصراحه يا فندم. الحمد لله. بهنيكم عليه، بهنيكم عليه. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائب حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري. فوز ملحمي اللي ما اتفرجش على المباراه دي مش طبيعيه، انت حماسك هياخدك، كنت مشجع للمصري او مش مشجع للمصري، هو في النهايه كان بيمثل مصر النهارده واحنا فرحانين وفخورين بيه، كلنا كنا بنشجع المصري النهارده من قلبنا،
وظروف المباراه كمان خليتك تتعاطف اكتر مع اللي بيحصل في المباراه. الحكم بالمناسبه زي ما قال سياده النائب في المباراه كان خانق المباراه، قراراته كانت تخنق المصري، بس التوتر الزياده مش مطلوب. احنا بنقول كده ليس لوما على لاعبي المصري ولا دفاعا على الحكم، هو الحكم زي ما قلت لكم كان خانق المباراه، بس يصعب عليا انه المصري النهارده كان ممكن يخسر المباراه بتسع لاعبين لولا الاداء الرجولي العظيم من اللاعبين، عشان في اتنين لعيبه اتطردوا. انا مش بلومهم مش بهاجمهم، بس يصعب هم نفسهم هيزعلوا لو لا قدر الله كان المصري خسر النهارده او خلصت المباراه بنتيجه سلبيه تاثر على حظوظه في مباراه العوده. عموما زي ما قلت لكم المصري وبيراميدز هما اقوى فريقين بيقدموا اداء في الكونفدراليه الافريقيه، ان شاء الله احدهما يكون بطل هذه البطوله، الفريقين بيلعبوا اداء رائع جدا.